مرحبا بكم متابعينا الاوفياء هنا بمدينه اكادير وبالضبط من ملعب ادرير الذي يشهد في هذه اللحظات انطلاق المباراه القويه التي تجمع بين الشباب هوارا ونهضه بركان برسم ربع نهائي كاس العرش. حضور جماهيري قليل جدا وجمهور الشباب هوارا حضر باعداد لا باس بها، يمكن ان نقدر الجمهور الحاضر بنحو تقريبا 1000 متفرج على ابعد تقدير، والتي تؤدت هنا مدرجات ملعب ادرير لمتابعه هذه المباراه التي تجمع بين كتيبه 44 هوارا ونهضه بركان برسم منافسات كاس العرش. الجماهير الهواريه لا زالت تهتف وتحفز اللاعبين من اجل الظهور بمستوى باهر ومستوى يليق بالكره السوسيه وايضا يليق بالكره الهواريه وبفريق شباب هوارا الذي كان بطبيعة الحال يمارس ضمن أقسام النخبة بعدما كان يمارس بالقسم الوطني الثاني بطبيعة الحال. فكما كتشوفوا ربما الندية والإطارة هو عنوان البارز لهذه المباراة، فلا زالت أقدام شباب هوارا مستمتة واللاعبين بطبيعة الحال لم يظهروا ذاك الضعف وذاك المستوى اللي ربما الخصم استصغر الشباب هوارا، الشيء الذي اعطى اللاعبين واحد الاراده واحد العزيمه على ارضيه الميدان كما كنشوفوا. فالحدود اللحظه شباب هوارا تقدم اداء جميل جدا واداء ومستوى لا يمكن الا ان نصفق له، فيما نهضه بركان لا زال لم يظهر بذاك المستوى الذي كنا ننتظر وان يربك دفاعات شباب هوارا ولما لا تسجيل هدف مبكر على شباب هوارا. فكما قلت ليس هناك فريق صغير او فريق كبير، فكل الفرق متساويه بمنافسات كاس العرش. فكما كتشوفوا فالجمهور الحاضر يخلق الفرجه والاطاره ويخلق المتعه بالمدرجات كما تتابعون معنا من خلال هذا البث المباشر. لحدود اللحظة المباراة متكافئة بين الفريقين على المستوى المردود التقني والبدني رغم سيطرة طفيفة لأصحاب الأرض شباب هوارا التي تقف سدا منيعا أمام أشبال الشرق. وممثل مدينة بركان لحدود اللحظة لم يقدم ذاك المستوى الباهر الذي كان الكل ينتظره، والإطاحة بطريقة سهلة بشباب هوارا الممارس ضمن القسم الأول هو شطر الجنوب، لكن لحدود اللحظة فشباب هوارا لا زالت مستمتة وتقدم أداء جيدا وأداء لا يمكن باتتا إلا أن نصفق لإرادة هؤلاء اللاعبين من أجل الظهور بمستوى جيد. الدقيقة 18 لا زالت النتيجة متكافئة 0-0 بين الفريقين. هناك ركنية لفائدة الزوار، نهضة بركان تنفذ لكن خارج المستطيل الأخضر وضربة ركنية لفائدة الشباب هوارا. إذن جمهور لا بأس به، جمهور عاشق للمستديرة، جمهور عاشق للون الأصفر الأصفراني في هذه المباراة يقدم أداء متميزا وظهر إلى حدود هذه الدقائق بوجه مشرف، وجه شرف الكرة السوسية وشرف أيضا الكرة الهوارية، خاصة كما أسلفت الذكر بأن الشباب هوارا له تاريخ عريق. شباب هوارا كان من بين الفرق التي كانت تنافس من أجل الصعود لقسم الوطني للنخبة، لكن كما قلت ربما هي صراعات، ربما هي مشاكل داخلية عصفت بمستقبل الفريق وجعلت الفريق ينضحر
صوب أقسام المظالم أو القسم الأول هوات الذي يمارس في هذا الموسم وكان ينافس أيضا من أجل الصعود. فالحدود الدورة فشباب وراء يتبوأ المراتب الأولى بهذا القسم، فشباب وراء صراحة بدأت وضعيته تتحسن. هناك ضربة خطأ على مشارف مربع العمليات لفائدة الزوار نهضة بركان، ربما هي ضربة خطأ ربما قد تكون قاتلة وقد يدفع شباب وراء الثمن غاليا بعدما أربك وعرقل أحد مهاجمي نهضة بركان وسقط على مشارف مربع العمليات. فمثل هذه الكرات كثيرا ما تخلق المتاعب للحراس، فستنفذ هذه الكرة، ربما ستأتي بجديد، ربما سيكون الهدف الأول، لما لا؟ وهذا ما لا يتمناه أي عاشق لشباب وراء وأي واحد من الجماهير التي تحضر هنا بمدرجات ملعب أدرار لمساندة الأصفراني الشباب وراء باللون الأصفر. بطبيعة الحال فهذا المباراة ربما شباب وراء الحدود الدقائق فأحرج ممثل عاصمة الشرق أحرجه بشكل كبير جدا بعدما وقف معه ندل ندل حدود الدقيقة 21، ونحن على مشارف الدقيقة 21، فلا زالت نتيجة تعيش البياض. تنفذ الكرة وتألق حارس شباب وراء الذي تمكن من صد هذه الكرة ببراعة، تمكن منها ولم يتركها تدخل إلى الشباك لتبقى النتيجة كما عليها 0-0 الدقيقة 21، وشباب وراء تقدم مباراة كبيرة جدا هنا بملعب أدرار. وتقف الند للند أمام فريق عريق، فريق كبير، فريق بإمكانيات مادية وإمكانيات بشرية هائلة جدا، فلا يمكن بتاتا أن نقارن إمكانيات شباب وراء وإمكانيات نهضة بركان، فهناك فارق شاسع بين الفريقين كمن يقارن السماء والأرض. فربما هي لغة كرة القدم لا تعرف لا إمكانيات ولا أي شيء، تعرف المستطيل الأخضر وهو الفيصل بين كل الفرق التي تنافس في هذه المنافسات، خاصة منافسات كأس العرش التي ما عودتنا دائما على عنصر المفاجأة، وهذا هو حلاوة كأس العرش وحلاوة وطعم منافسات الكأس الفضية. فشباب وراء الحدود اللحظة لا زالت متمسكة بحلمها المشروع وهو حلم العبور لملا إلى المربع الذهبي ومربع الأربعة الكبار، فهل سيتحقق هذا الحلم هنا بعاصمة سوس مدينة أكادير أم أن الحلم سيتبخر ويذهب أضراج الرياح رغم هذه الجماهير القليلة التي حجت إلى مدينة أكادير من أجل مؤازرة فريقها ومتابعة هذه المباراة؟ لكن الحدود اللحظة لا شيء يتغير على المستطيل الأخضر، لا زالت النتيجة كما عليها 0-0 بين الفريقين.
المباراة الآن متوقفة من أجل فسح المجال لأحد اللاعبين الساقط على الأرض بعدما كانت مناوشات بينه وبين لاعب نهضة بركان كريم بعدي، والكل طالب بضربة خطأ وإنذار اللاعب، لكن الحكم كان له رأي آخر وقال أنا هنا واصل اللاعب. فالحدود لحظة كما قلت لا جديد في هذه المباراة، فالمدرجات مدرجات شبه فارغة رغم هذه الأعداد القليلة التي تحضر، لكنها لم تفي بالغرض، ويظل هذا المشهد هو الذي يسيطر دائما على ملعب أذرار، وتبقى العديد من الأسئلة تطرح نفسها بحدة، لماذا دائما نجد مدرجات ملعب أذرار فارغة على هذا النحو، سواء تعلق الأمر بمباريات البطولة الوطنية وأيضا بمباريات كأس العرش. فربما هو عامل البعد، عامل التنقل، عامل عدم إيجاد وسيلة نقل في اتجاه ملعب أذرار، أصبح يطرح نفسه بحدة وجعل هذه المعلمة الرياضية وهذه المعلمة الشامخة هنا بالعاصمة السوسية تبقى بدون روح، بدون هوية، بدون مدرجات يكون فيها الدفء الجماهيري، والدفء بطبيعة الحال هو الذي سيجعل من المدرجات تتنفس الصعداء بعدما يمتلئ هذا الملعب عن آخره. فيا ترى إلى متى ستستمر الأوضاع على هذا النحو، وإلى متى سنرى مدرجات ملعب أذرار تملأ عن آخرها ونجد مباريات قمة بمكان؟ فربما نرى ملاعب أخرى بالعديد من المدن المغربية كملعب الأمير مولاي عبد الله وأيضا مركب محمد الخامس، نرى جمهور من نوع آخر، ربما هو جمهور من عالم آخر، جمهور الوداد، جمهور الرجاء، جمهور الجيش الملكي الذي يملأ المدرجات عن آخرها ولا يبقى مكانا شاغرا، لكن هيهات وشتانة بين هذه الجماهير وجماهير السوس التي لم تعد تملأ هذه المعلمة الرياضية كما نرى. فهذه المعلمة الرياضية تحتاج إلى جمهور وفي، تحتاج إلى جماهير تضحي من أجل فريقها، ويكون هناك نوع من نكران الذات من أجل ملء هذه المدرجات التي لا زالت حزينة ولا زالت تنتظر من يدفئها. فنتمنى خير إن شاء الله، ونتمنى بطبيعة الحال أن أذرار يدور، فهذا هو العنوان البارز الذي ينادي به الكل، ونادينا به نحن أيضا في أكثر من مرة. فنتمنى أن يكون أذرار يدور وأننا نرى هذه المدرجات تملأ عن آخرها في إحدى المباريات، لما لا أن نرى الغزل السوسية تنافس من أجل البوديوم، تنافس من أجل البطولة الوطنية. إذاك ربما سنرى أذرار يدور عن آخره ونرى المدرجات تملأ. إذن هكذا هي الأجواء إخواني الكرام هنا من ملعب أذرار، على أمل أن نلتقي بكم في بث مباشر آخر. تحياتي لكم وإلى الملتقى.